مكملين معاكم وبينضم لنا عبر الهاتف الاستاذ عبد الحكيم علي مدير تحرير موقع كوره اوت. مساء الخير او صباح الخير عليك. تحياتي ليك شيما وتحياتي لمشاهدي قناه اي ان سي وتحياتي ليك وللاخوه المتابعين للبرنامج ومن تالق دائم باذن الله. الله يخليك. في البدايه كده عايزه اسالك، كنا النهارده عاملين فقره الفوتنج بتاعتنا، مين هو الاحق بقياده هجوم نادي الزمالك، كاسانجو كابونجو ولا باسم مرسي؟ من وجهه نظرك مين هو الافضل او مين هو الانسب في الوقت الحالي؟ بص يا شيما، هي اولا انا عايز بس اوضح فرق في طريقه لعب الاثنين. باسم مرسي بيلعب على الانبوكس داخل ال 18 جوه السكس نفسه، فهو بيعتمد على ضربات الراس، دي قوه باسم مرسي. باسم مرسي الناس اللي كانت بتهاجمه السنه اللي فاتت، لان كان سر ضعف نادي الزمالك الطرفين، ودليل على طبعا صعب جدا، لان اللي كان بيرفع نادي الزمالك الجناحين شيكا واحمد رفعت، فبالتالي كان باسم مرسي دايما بيبقى لوحده وسط اربع مدافعين. فيعني انا بتهيألي باسم مرسي اتظلم السنه اللي فاتت ظلم كبير، الناس هجمته في حاجات طلعته بره الملعب، انما اللاعب مركز جدا، اللاعب على المستوى يعني الشخصي مع الناس محترم جدا ولاعيب مجتهد في التدريب، ولكن طريقه لعب الزمالك السنه اللي فاتت ما كانتش مستعداه. السنه دي رجع حازم امام ومؤيد العجان باك شمال على مستوى عالي، بداوا الطرفين عبد الله جمعه واحمد مع باسم مرسي، هيبدا يظهر مستوى باسم مرسي. بالنسبه لكاسونجو، كاسونجو طريقه لعبه اخذ مساحات، بيعتمد على المساحات. مع الاتحاد السكندري كان متالق، عشان كان دايما فرقه الاتحاد السكندري بتدافع وبتلعب على المرتده، فكان بياخد سرعات ويروح بيها. فبالتالي باسم مرسي مع كاسونجو الاثنين مع بعض لو اعتمد عليهم نبوشه، هيبقى خط هجوم الزمالك قوي جدا، هيبقى الزمالك عنده اللعيب اللي بيلعب داخل البوكس القوي اللي في الالتحامات بيروح وبيطلع زي باسم، وعنده اللعيب السرعات زي كاسونجو. طيب نروح بقى لنادي الزمالك وتحديدا المدير الفني لنادي الزمالك نبوشه، هل فعلا في كلام او في عروض جت لنبوشه في الفتره اللي فاتت؟ بالفعل مسؤول بارز في نادي النصر السعودي اتصل بوكيل اعمال نبوشه الالباني وقال له، يعني عرض عليه ان نبوشه تولى القياده الفنيه لنادي النصر السعودي، وساله هل بيوقف في عرض نبوشه شرط جزائي؟ وبالفعل طبعا في عرض نبوشه شرط جزائي أكيد. والوكيل الالباني عرض على نبوشه الامر، ولكن نبوشه ارجى الامر الى يعني فيما بعد، لانه قال له انا حاليا يعني حاسس ان هو مبسوط في الزمالك، في استقرار فني، في دعم من مجلس اداره الجهاز الفني، مجلس اداره الزمالك ليه كمدير فني، اللعيبه بدات تحبه، بدا يفهم، اللعيبه بدات تفهم طريقته، بدات تنفذ اسلوبه في الملعب، فهو ارجى القرار ولكن لم يلوك القرار. يعني عشان برضه الكلام يبقى واضح، نبوشة ارجى الرد. طيب احنا سمعنا ان في مفاوضات او في نيه للمفاوضات مع عمرو مرعي من قبل النادي الاهلي، هل الكلام ده برضو موجود او النادي موجود عند نادي الزمالك؟ هو عمرو مرعي طبعا بعد تالقه مع النجم الساحلي، وطبعا عمرو مرعي كان متالق جدا مع نادي انبي وقبله مع نادي الداخليه، صحيح. فطبعا كان في مفاوضات، وعمرو مرعي كان موقع لنادي الزمالك بالفعل في 7 اللي فات، ولكن طلب من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك العقود بتاعته، ولم ينفذ التفاعل مع مسؤولي نادي الزمالك رغم توقيع اللاعب لخمس سنين لنادي الزمالك، وبالفعل كان يعني مش فسخ العقد، لم يفعل العقد اللي كان موقعه نادي الزمالك، لان كان لسه مرتبط بعقد اللاعب مع نادي انبي، واتباع لنادي النجم الساحلي ب 800,000 دولار، وحاليا بدا نادي الزمالك والنادي الاهلي بيعملوا مفاوضات مع اللاعب، ولكن اللي انا اعرفه من ناس مقربين جدا من اللاعب، ان اللاعب طموحاته بدات تعلى بعد التالق اكيد طبعا مع النجم الساحلي، عينه على الدوريات الاوروبيه طبعا، ده جاي له هيبدا بقى يتم تسويقه في الدوريات الاوروبيه، وخصوصا ان النادي النجم الساحلي لن يبيع عمرو زكي عمرو مرعي باقل من 3 مليون دولار أكيد. وده هيبقى صعب على الانديه المصريه اللي تشتري لعيب بالسعر ده، وخصوصا لو هو مصري كمان. طيب نروح للنادي الاهلي، وايه حقيقه امكانيه رحيل مخطط الاحمال التونسي انيس الشعلاني عن النادي الاهلي؟ بالفعل بعد تالق النادي الاهلي وبان اللياقه البدنيه العاليه للاعيبه النادي الاهلي امام الترجي التونسي، واللي ارهق لعيبه الترجي التونسي منهم 9 في المنتخب التونسي، صحيح. وظهر فرق اللياقه البدنيه الكبير بين لعيبه النادي الاهلي والنادي الترجي التونسي، بدا مسؤول الاتحاد التونسي يفكروا جادين في التعاقد مع انيس مشعلاني، وبينتظروا في حاله وصول ان المنتخب التونسي ان شاء الله، طبعا احنا كمصريين وكعرب نتمنى وصول المنتخب التونسي مع المنتخب المصري لكاس العالم، في حاله وصول المنتخب التونسي لكاس العالم هيتم الاستعانه بانيس شعلاني، هل هيكون عن طريق الاعاره او هيتم نهاية عقده مع النادي الاهلي وعقد جديد مع المنتخب التونسي، الايام القادمه هي اللي هتحدد الموقف. استاذ عبد الحكيم، مين اللاعبين المصريين اللي جالهم عروض سعوديه في الفتره الاخيره؟
هو لا، اول قبل ما ابدا في حكايه العروض في موقف طريف اللي هو بالنسبه لايمن حسني. ايمن حسني معشوق لشيكابالا ومعشوق لمصطفى فتحي، وكلا اللاعبين بيضغط على ايمن حسني اللي ياخد التجربه معاه، سواء في كان مصطفى فتحي عايز ايمن حسني معاه في التعاون او شيكابالا عايزه معاه في الرائد. اما بالنسبه للتاكيدات المؤكده اللي جايه لي والمعلومه اللي عندي، اللي نادي الرائد حاطط على قمه اولوياته في التعاقد في يناير المقبل الثنائي محمد ابراهيم وعلي جبر، وفعلا في مفاوضات جامده مع الاثنين، وخصوصا ان شيكابالا بيدعم المفاوضات وبيتكلم اللعيبه باستمرار وبيحاول يعني بيشوف موقفهم مع نادي الزمالك، لو نادي الزمالك هيبدا يجد البديل الكفء اللي زي ما ظهر في الثلاث مباريات اللي فاتوا ويتم جلوس محمد ابراهيم على دكه البدلاء او الاستبعاد علي جبر من المشاركه الاساسيه. ولكن طبعا بالنسبه لعلي جبر صعب جدا، لان لعيب لاعب منتخب اكيد، ولاعب بيأدي يعني افضل عروضه في الفتره الحاليه، صعب جدا نادي الزمالك يستغنى عنه. هيبقى بالنسبه لعلي جبر صعب، انما ممكن محمد ابراهيم يكون ليه الفرصه في هناك. بالنسبه برضه للعرض الثاني بالنسبه لمعروف يوسف، معروف يوسف لم يغلق باب احترافه او باب عرضه، ولكن المشكله في معروف يوسف هو العقد الجديد اللي عمله مع نادي الزمالك. اللاعب مجدد نادي الزمالك 3 سنين قادمه، واخر 2 مليون من السنه القادمه، يعني مش من السنه دي، لا ده نادي الزمالك عامل له عقد للسنه الجديده ودافع له 4 مليون، العقد ب 4 مليون واديله 2 مليون كان كاش عشان اللاعب كان هيرتبط بالزواج، فكان فما طلبوا منه الفلوس اللاعب قال لهم استحاله اللي هو يعوض الفلوس في الفتره الحاليه، لان كان تم انفاقها في تجهيز العش الزوجيه ليه، فكان من الصعب لمعروف يوسف يرحل نادي الزمالك عشان ما يتمش اهدار المال العام. ولكن لو تم جاله عرض مناسب واللاعب عرف من خلال العرض يرجع ال 2 مليون اللي اخذه من نادي الزمالك هيتم الموافقه. وابرز العروض اللي جايه لمعروف يوسف هو نادي القادسيه السعودي اللي بيلعب فيه مواطنه النيجيري ستانلي لاعب الزمالك الصفر. طيب نروح للدوري السعودي بقى ومباراه الرائد والتعاون في الدوري السعودي واللي كان فيها محترفين شيكابالا وكان فيها مصطفى فتحي وكان فيها طبعا كابتن عصام الحضري، كان في موقف طريف جدا في المباراه دي، احكي لنا عليه. هو الموقف الطريف اللي احد مواطني عصام الحضري من دمياط من كفر البطيخ اللي هو القريه بتاعته اصطحب معاه بطيخه طبعا الاول الرائد والتعاون في مدينه القصيم او ولايه القصيم زي ما بيسموها محافظه القصيم في السعوديه، فده يعتبر ديربي، ديربي زي عندنا زي المباريات اللي عندنا اهلي وزمالك او ديربي مثلا زي ما نقول المصري المصري والمريخ او الاسماعيلي والقناه، فديربي من الدربيات الدربيات القويه في السعوديه، كان بيبقى بين الرائد والتعاون، فاللي كان هيكسب بيهم كان الراجل اللي هو المواطن المواطن البلديات عصام الحضري اصطحب معاه بطيخه على امل هو يحتفل مع عصام الحضري بعد المباراه بالبطيخه، ولكن الامن السعودي اللي بيامن المباراه طبعا فوجئوا بواحد من الجماهير داخل ببطيخه طبعا منعوه من الدخول، فده كان ابرز المواقف اللي حصلت. ولكن الصحافه السعوديه علقت على الموقف وعلقت ازاي مشجع يصطحب معاه بطيخه، لان ما كانوش عارفين القصه هنا وكفر البطيخ يعني احنا الجماهير المصريه هنا دايما بتشجع عصام الحضري بالبطيخ واللي انت طبعا كلنا عارفينه هنا في مصر. شكرا ليك استاذ عبد الحكيم علي مدير تحرير موقع كوره اوت.